يا هلا فيكم من جديد مشاهدينا. النجاحات اللي حققتها المرأة الكويتية في جميع المجالات واللي يشهد عليها العالم بأسرع ما حققتها المرأة الكويتية عن طريق الصدفة أو واقع فراغ، لكنها حققتها أو حققت هذه النجاحات بجهد وسعي وعزم وإصرار. يا أمانية أختي من نون النسوة، 100%. ومن هذا المنطلق تقيم جمعية المهندسين الكويتية الشهر القادم فعالية بمناسبة يوم المرأة الكويتية تحت شعار المرأة في مستقبل الرؤية التنموي. وحول الحديث عن أهم أهداف وتطلعات الاحتفالية، يسعدنا أن تكون معنا اليوم المهندسة سلوى باقر، عضو في جمعية المهندسين الكويتية. نقول لك يا صباح الورد وحياة الله معنا. أهلين، صباحكم الله بالخير. أنا أشكركم على هذا الاستضافة، أعتقد ما في أفضل من الواحد يصبح في صباح الخير يا كويت. حق واجب. شكرا على هذه الكلمة وشكرا على وجودك، وأكيد راح نبدأ هذا الموضوع الشيق لكن من بعد التقرير الخاص بالموضوع. خليكم ويانا. حياك الله معنا مرة ثانية أستاذة سلوى، منورتنا ومشرفتنا. الله يحييك، شكرا لك. حق واجب. في البداية لو تكلمينا عن الفعالية اللي تقيمها جمعية المهندسين بيوم المرأة العالمي، شنو راح تكون هذه الفعالية؟ نعم طبعا، هذه الفعالية كعادتها جمعية المهندسين الكويتية نسويها كل سنة في شهر فبراير تزامنا مع الأعياد الوطنية. وإحنا بلشنا الاحتفالية هذه كنا نقيمها من بداية 2015 ومستمرين فيها. جميل جدا. أهمية تخصيص يوم حق المرأة، يعني الهدف من شيء سنوي قاعد يصير حلو مثل هذا وداعم للمرأة؟ نعم، إحنا طبعا أكيد حابين نبرز دور المرأة الكويتية في المجتمع، حابين نبرز إنجازاتها، لأن لو نلاحظ المرأة الكويتية إنجازاتها مش بس محلية، إنجازات عالمية، وإحنا طبعا نفتخر فيها. وأيضا حابين نشجع الشباب لما يشوفون هذه الإنجازات يتشجعون حق العطاء والإنجاز. جميل جدا. المرأة في مستقبل الرؤية التنموي شعار الاحتفالية، سبب اختيار هذا الشعار المرحلي، شو اللي خلاكم تختارونه؟ نعم طبعا، اتفقنا على هذا الشعار تزامنا مع رؤية صاحب السمو أمير الميلاد عسى الله يحفظه ويطول لنا بعمره صباح الأحمد، رؤية 2035. اي نعم 2035 رؤية تنموية أماني. إيه، أنا بنتكلم عن الفعالية الحين، عاد شوية نفصل الموضوع محتوى الحلو الفعالية شنو راح تضم، شنو المحور الأساسي اللي راح يكون موجود، شنو اللي راح يختلف هالسنة عن السنوات السابقة؟ نعم طبعا، احنا تميزنا في هذه السنة في يوم المرأة انه مو بس يوم المرأة الكويتية، عندنا ايضا مشاركة عربية. راح يكون ان شاء الله في عرض للسيرة الذاتية للمكرمات، راح يكون في كلمات تحفيزية من المكرمات فيما يخص التنمية، ايضا راح يكون في تكريم لهم. والمحور الأساسي في هذه الفعالية اللي هو التنمية. نعم. جميل جدا. شنو تقييمك لإنجازات المرأة الكويتية في شتى المجالات بصفة عامة وفي مجال الهندسة بصفة خاصة؟ يعني نشوف ما شاء الله لا إله إلا الله المهندسات الكويتيات قاعدين يبدعون في الاختراعات في غيرها من هذه الأمور، الفتيات الكويتيات قاعدين يبدعون في البزنس مالهم. نعم. النون النسوة الكويتية قاعد تبدع في المجال التنموي بمختلف قطاعات البلد، شنو تقييمك للمرأة الكويتية وبالأخص المهندسة؟ طبعا المرأة الكويتية للأمانة فخر للجميع، يعني في شتى المجالات مثل ما أنت ذكرت، لو نشوفها في مجال الرياضة، في مجال الإعلام، في مجال الفن، أيضا في مجال الهندسة ومجال الطب، ومثل ما أنا ذكرت يعني من ناحية العالمية ما شاء الله، يعني إنجازات نفتخر فيها وسعيدين طبعا فيها. جميل، حلو. جمعية المهندسين الكويتية يعني مو شيء جديد عليها أنها تدعم المرأة، يعني من أكثر الجهات في الكويت دعما للمرأة. نبي نتكلم عن هالدعم وما هو القادم في هذا المجال. نعم طبعا، جمعية المهندسين الكويتية هي أول جمعية نفع عام يكون عندها أو أسست لجنة للمرأة في مجال الهندسة، هي جميل. أول جمعية تأسس هذه اللجنة. اي طبعا اكيد، يعني هذه فعالية يوم المرأة، اللجنة المنظمة ترى مش بس من المهندسات، ايضا المهندسين، فهني احنا نشوف ايمان المهندس في دور المهندسة وكيف انه يدعمها. فايضا هو تشجيع. نعم. من قبل الرجل إلى المرأة. نعم. والعكس صحيح، لأن إيد واحدة ما تصفق. نعم فعلا. نعم. وأيضا من بداية تأسيس الجمعية إلى الآن ما شاء الله المرأة موجودة مش كعضوة بس، أيضا في مجلس الإدارة موجودة. نعم. حتى في مجلس الإدارة وقاعد شاطر، خلونا نقول إخوانها المهندسين هذه الأمور الطيبة اللي قاعدة تسويها جمعية المهندسين الكويتية. إنزين أختي سلوى، ولو نذكر السادة المشاهدين بموعد الفعالية، مكان إقامة الفعالية، وهل الدعوة عامة أو مختصرة على أعضاء جمعية المهندسين الكويتية؟ الدعوة إن شاء الله الدعوة عامة طبعا للجميع، نتشرف بالجميع وفي الرجال قبل النساء طبعا أكيد. إن شاء الله يوم الفعالية راح يكون يوم الأحد 2 فبراير في تمام الساعة 7 مساء في صالة الشيخة سلوى صباح
لأحمد بإذن الله. بإذن الله. إلا ما يكون عندك رسالة حابة توجهينها لكل مرأة مهتمة بالشغل ولكل مهندسة وحتى كل الطاقات العاملة في عندنا. نعم، احنا طبعا نفتخر بالطاقات الشبابية ونفتخر في إنجازاتهم ونشجعهم على العطاء، لأن إن شاء الله ودنا نحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد 2035 إن شاء الله بإذن الرحمن. كلمة أخيرة حابة توجهينها للمشاهدين، شيء يعني شاغبك عليه قلبك حابة تقولينا بخصوص يوم المرأة العالمي؟ نعم، حياكم الله معنا في الفعالية، رح نتشرف فيكم وإن شاء الله تشوفون الإنجازات اللي قامت بها المرأة ونشوفكم معنا في هذه الإنجازات في الفعاليات الجاية بإذن الرحمن. إن شاء الله نشوفك في لقاءات جاية قاعدة تتكلمين عن الإنجازات الأكبر والأكثر واللي رح تكون توسعت بشكل واضح. شكرا على وجودك. نشكر المهندسة سلوى باقر عضو في جمعية المهندسين الكويتية، وأتوقع بنروح فاصل. إحنا بنروح فاصل، ومن بعد هذا الفاصل عندنا لكم كمية من التقارير ومن المعلومات الرائعة الحلوة. خلكم معنا في برنامج صباح الخير يا كويت.